قانون يعني قانون. هاي الدورة بتهدف إلى تدريب المتدربين اللي هم جاءوا من مؤسسات المجتمع المدني في كافة أنحاء محافظة دول كرم، كيف تنمي الإمكانيات والقدرات الذاتية عندهم حتى إنهم هم يطلعوا في هاي الإمكانيات والقدرات ليخلقوا حالة من التفاهم والشراكة مع مجتمعاتهم ومع الإطار الإقليمي المحيط لهم، ومن ثم الانفتاح على المجتمع الدولي، لأنه هذا البرنامج بتنفذ في أكثر من بلد سواء بلد عربي أو بلد أجنبي، ونخلق حالة من التفاهم والتعايش السلمي مبني على الحوار الإيجابي البناء لتنمية المجتمعات، تنمية مستدامة على كافة المستويات. مفهوم المواطن الفاعل هو عبارة عن برنامج بيشتغل عليه مركز العمل التنموي معا بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني، بالشراكة برضه مع مؤسسات موجودة عندنا في الأردن ولبنان وسوريا ومصر والجزائر، هذا على مستوى الوطن العربي، وأيضا على مستوى بريطانيا واسكتلندا عندنا مؤسسات شريكة. الهدف من هذا البرنامج اللي هو تعزيز بناء الثقة والتفاهم من أجل الوصول لتنمية مستدامة. نشتغل مع المجموعات على تعزيز عندنا مفهوم الحوار، مفهوم الثقافة، مفهوم الهوية كمان تعزيزها، تخطيط كمان بكون في عندنا مجموعات للتبادل مع الشركاء في خاصة في بريطانيا رح يكون عندنا، وبرضه في عندنا دعم للمبادرات المجتمعية اللي بتقدموا إلها المجموعات لخدمة مجتمعاتهم، لخدمة الفئات اللي بيستهدفوها من خلال عملهم المؤسساتي. مش معلومات جديدة كثير بقدر ما إنه كيف تترتب هاي المعلومات، وكيف الإنسان يعرف كيف مجتمعه، كيف أنه يكون إنسان محاور، وكيف يستوعب الناس، كيف يتعامل معهم بحيث أنه يستطيع أنه يخدم مجتمعه بطرق سهلة بدون تعقيدات وبدون يعني انفعالات، ويتحاور معهم. يعني طريقة الحوار هي أساس نجاح أي مواطن فاعل. كثير تفاعلت معها وكثير انبسطت اني انا اخذت هذه الدورة، لان عرفتني على اشخاص في مجتمعي المحلي سواء في منطقتي في طول كرم او مع الاشخاص الاخرين اللي راح نتواصل معهم عن طريق النت، عن طريق صفحات الفيسبوك بجنين وبرام الله وبكل محافظات الضفة، وفيما بعد راح يكون في مشاركة او تفاعل مع الاشخاص الاخرين في المدن الثانية في 12 دولة سوري زي ليبيا والجزائر والأردن وسوريا ولبنان وبريطانيا، وهذا كتير كتير منيح ومهم للشخص إنه يكون في عنده تفاعلات مع الأشخاص في المجتمع المحلي تبعه سواء في منطقته أو في المحافظات المحيطة أو في الدول الأخرى.